نعرف الرواية، مر رجل وكان النبي جالس مع الصحابة، فقال رجل فخيم كده يعني أبهة، فقال: ما تقولون في هذا؟ في مين؟ في الرجل اللي معدي ده اللي هو رب أشعة فأغبر. لا أمال إيه؟ العكس، رجل بالعكس. بقى غني ويعني رجل يعني صاحب مظاهر. فقالوا: هذا حري أن إن شفع أن يشفع، أيوة، وإن خطب أن ينكح، أيوة، وإن قال يسمع له لقوله. فشوية ومر راجل تاني غلبان هو ده بقى اللي هو رب أشعة فأغبر بقى. قال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري، وقالوا العكس. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير، اللي هو الرجل الغلبان ده، من ملء الأرض من هذا. ده خير من ملء الأرض من هذا. ما ناخدش بالمظاهر الكذابة يعني. اللي هو الغلبان ده، الأشعث الأغبر، اللي ملوش مظاهر، الذي لو إن قال لا يسمع له، وإن طلب وإن لا يستجاب لطلبه، أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لا يؤبأ به، يعني مدفوع بالأبواب يعني بيقفلوا الأبواب أمامه، إن تكلم لا يسمع له، وإن طلب لا يجاب إلى طلبه، وإن خطب لا يستجاب إليه. ده يعني ما ينفعناش. فده لو أقسم على الله لأبره. فعشان يبين لنا أن المعايير، معايير الإنسان، مش بالمظاهر لكن بالحقائق، بحقائق